خلف إقرار ضريبة جديدة على المواطنين والأجراء في مشروع قانون المالي لسنة 2021 استنكاراً واسعاً لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة وأن الضريبة الجديدة التي فرضتها حكومة العثماني لم يتم التشاور فيها مع الفرقاء الاجتماعيين. احنا في هذا الموضوع ديال ما يصطلح عليه الآن في الساحة بالضريبة على الضريبة التضامنية أو المساهمة التضامنية كما جات في قانون المالية ديال اللي كيتهيئ المشروع اللي كيتهيئ 2021، حنا في الحقة تفاجئنا وما تفاجئناش. تفاجئنا لأنه من واحد الزاوية ديال أننا ما قبلناش حنا كنقابيين كأجراء ما قبلناش أنه مرة أخرى كيتم الالتجاء للأجراء، كيتم الضغط على الأجراء. صحيح أن أنه الحديث الآن كيتكلم على ضريبة لا تهم فقط ولا تخص فقط الأجراء، ولكن حنا على يقين بأن اللي غادي يؤدي الثمن بالدرجة الأولى هم الأجراء. يكفي نقول لكم بأنه نذكركم بعض الأرقام، يكفي نقول لكم بأنه العائدات ديال الضريبة في المغرب، ديك لاسيات ديال الضريبة كاملة اللي كتدخل الضريبة في المغرب 82% كتجي من عند الأجراء و 18% فقط اللي كتجي من عند الشركات. وحتى كاع بغيتوا بعض التفاصيل، هاد 18% اللي كتجي من عند الشركات كتأدي غير 2% من الشركات، يعني 98% ديال الشركات لا يؤدون. بخصوص الموضوع ديال ضريبة التضامن اللي أقرها القانون المالي للسنة ديال 2021، بالنسبة للمنظمة الديمقراطية الشغل كنستغربوا هاد القرار هذا، لأنه إلى جاء الجفاف علقوا الموظفين، جاء الفيضانات الموظفين خصو يتضامنوا، جات كورونا خص الموظفين يأديو كورونا، أدينا واحد المبلغ مهم جدا. بطبيعة الحال كاين شركات اللي أدوا تهما، ولكن شركات راها تعوضوا في هذاك الشيء، خذوه متلت كما كيقولوا، خذوه متلت. بالنسبة لنا حنايا أننا نديو عاوتاني ضريبة أخرى ونقطعوا 1.5 من الأجر بالنسبة للموظفين اللي كيتجاوزوا الصالير ديالهم 10,000 درهم، هذا غير معقول. هذه ماشي أول مرة نستهدف كطبقة متوسطة بصفة عامة، حنا هما الحيط القصير ديما فين ما كما كنقولوا هذيك البزوله ديال الحكومه كتنشف كيبان ليها الموظف والاطار بصفه عامه، لانه كما قلت لك ما عندهمش بعد نظر، عندهم قصور في التصور، في ابداع حلول باش ينميو الموارد ديال الدوله بصفه عامه، وبالتالي كيمشيو للحلول السهله على حساب الموظفين، على حساب الاطر، على حساب الشغله بصفه عامه. الضريبة الجديدة تحمل اسم مساهمة اجتماعية للتضامن على الشركات والأشخاص الذاتيين، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة 2021، ومن المنتظر أن تحصل الحكومة مبلغ 5 ملايير درهم ستخصص لصندوق التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2012. غير أن السؤال المطروح، لماذا عجزت الحكومة في إبداع تمويلات جديدة للصندوق بعيدا عن أجور الموظفين والأجراء؟ كان حديث سنوات هذه على ضريبة ديال الثروة اللي لحد الآن حكومات ديال العدالة والتنمية كتردد باش تقرها. كيبان بأن كاين لوبيات كتضغط على أساس فقط لجؤوا الموظف وديك الحيط القصير باش كل خطرة نمشيو للجيب ديالو ونديرو الاختلالات اللي كتكون في الميزانية العمومية. كاين حلول، وحلول موضوعيه، وحلول اللي فيها الابداع، وما محتاجش شي حتى واحد، ما محتاجش ليه يرثوا القدره الشرائيه اللي اصلا هي مهرثه. دابا راه ولينا كندويو على تفقير الطبقه المتوسطه، ومن كنقول تفقير ديال الطبقه المتوسطه ما خصكش تشوفه في البعد الاقتصادي، تشوفه في البعد الاجتماعي. راه حنا هما لو طومبون، حنا هما اللي داك كنقولوا صمام الامان، حنا اللي كنساهموا في الدوره، في تنشيط الدوره الاقتصاديه، وبالتالي ملي كيتهرث الطبقه المتوسطه راه كيوليو دوكوش، كيوليو الاغنياء وكيوليو الفقراء، وكنتوجهوا نحو لونسوفاجمون دو لا سوسيتي، وهذا خطير. الوغ كو كيما قلت لك كاين حلول، حلول مثلا كيما قلتي ديال الضريبه على الثروه، كاين هذاك الاثراء الغير مشروع، كاين الصناديق السوداء اللي بالملايير وما كيعرفها حتى واحد. حنا الاجراء عندنا تحملات اجتماعيه، عندنا كاين اللي عنده والديه متكفل بهم، كاين اللي عنده طفل ولا طفله لا قدر الله معاقين، كاين اللي عنده
اللي عنده تحملات ديالو كيقري ولادو ماشي عند الدوله كيقريهم مثلا في عند في القطاع الخاص يعني هو متحمل هذا. فتعطانا هذه الفرصه مثلا ديال انه نحيدوا او نحذفوا هذه التحملات الاجتماعيه كيف ما هو جانبي العمل في فرنسا. حنا هادشي ماشي هذا ماشي غادي يكون بدعه مغربيه ولا اكتشاف مغربي, هادشي جانبي العمل في واحد العدد ديال الانظمه ديال. فاذا هذه الامكانيه ما كتعطاناش في الوقت اللي كتعطى التصريح القبلي بالمداخيل, هذه الامكانيه كتعطى للشركات والشركات وواحد العدد ديال المهن الحره, الصيادله, الاطباء الخواص, واحد العدد الدروغريات كذا, واحد العدد ديال المهن الحره. الناس كيصرحوا بالمداخيل ديالهم وانا ذاك وفي التصريح صاحب طبيعه الحال كيسحبوا وكيحذفوا جميع التحملات, جميع التحملات ناهيك على التلاعب وكذا, ما نتكلمش على هذا الشيء هذا. ومن المنتظر أن تطبق هذه الضريبة كذلك على الشركات بنسبة 5% من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة. هذا الوضع هذا كيخلينا أمام واحد 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 ظلم ضريبي. ظلم ضريبي اللي حنا كسيديتي حنا ماشي اليوم عاد غادي نطرحوا العدالة الضريبية, حنا طرحينها بل أكثر من هذا ما طرحيناش بوحدنا. نقدر نقول نأكد لك بأنه طرحها كذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي, هذا فاعل سياسي وحزبي طرحها كذلك هذه المسألة ديال العدالة الضريبية. حنا طرحين إذن كنقابة العدالة الضريبية وطرحين بالضبط مقترح محدد نسمينه الضريبة على الثروة. الضريبة غتكون بشكل متصاعد حسب المدخول, قد ما الإنسان استثمر ودخل أكثر قد ما غادي يؤدي أكثر, وكيبان لي هذا هو المنطقي. وبالتالي هنا غادي هذه العملية ديال ولا هذه الآلية ديال الضريبة التصاعدية غادي تعفي الأجراء والبسطاء والناس اللي ما عندهم مدخول محدود, أجراء ولا غير أجراء, باش تعفيهم من أي ضريبة ومن أي تحمل. فإذا الفكرة واضحة. إذا بالنسبة لنا إحنا الآن هذا الشيء اللي طرحت الدولة في القانون المالية إحنا كنرفضوه.